تحول إلى بيروت مع العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي. سارة العميد، مرحبا بك على شاشة الغد. إلى أين تتجه الأمور بعد هذا اليوم الدامي والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل من وجهة نظرك؟ يعني نحن أمام عدو يعني يعتمد القوة والعنف والعنف المفرط، وأعتقد أن إذا لم عندما يقول أن عملياته هي عمليات تصاعدية، فأعتقد أن الأمور سوف تتدحرج إلى الأخطر، طالما أن حزب الله لم يسكت على هذه الغارات التي حصلت اليوم العنيفة والتي أودت الرقم سوف يقترب من 500 شهيد غير ممكن أن يكونوا تحت الأنقاض. ولكن الرد الذي قام به حزب الله صحيح أنه لم يكن مؤلما كما يعني أو حتى الإعلام الإسرائيلي ممكن أن يكون تكتم على نتائجه، ولكن أن تصل الصواريخ إلى حيفا وإلى العفولة وإلى بعض المستوطنات في مناطق الضفة الغربية وإلى قرب تل أبيب، يعني أن الأمور سوف تتدحرج إلى المزيد من استخدام القوة. يعني إسرائيل إذا كانت قامت بهذا العمل اليوم تنتظر نتيجته، يبدو أنه عندما رد حزب الله يعني إسرائيل سوف ترد بأقوى، وهذا مبدئيا من دون وصول إلى حرب إقليمية ولكن حرب تصاعدية تتدحرج إلى أين؟ أعتقد أن حزب الله لن يثبت على أي رد إسرائيلي حتى لو كان بالمزيد من القوة. طيب، في ظل ما تعلنه إسرائيل عن خسائر فادحة في الترسانة العسكرية لحزب الله، في القيادة، هيكلية القيادة داخل الحزب، لا سيما ما يتعلق بالقيادة العسكرية، قوة الرضوان على سبيل المثال، في ظل كل ذلك، يعني هل معادلة الردع التي دامت سنين طويلة بين الحزب وبين إسرائيل، هل هذه المعادلة تغيرت الآن أو في طريقها للتغير؟ يعني نحن أمام لسنا أمام جيشين متقابلين، نحن أمام جيش وحركة مقاومة. حركة مقاومة هي ميليشيا تعتمد الأسلوب، يعني القوى ليست فصائل وسرايا وكتائب، هي مجموعات ليست أكثر من 3 أو 4 أشخاص هم في مجموعة. قد يكون الأخ لا يعرف أخاه إذا كان في مجموعة أخرى وأين بأي مجموعة. هم ليسوا بحاجة إلى الاتصال المباشر والذي ممكن أن يكون الاستهداف الذي حصل إلى البيجر يعني لم يعني الجبهة بقدر ما عنى اللوجستيات وعناصر الإدارة والاستشفاء وكل هذه الأمور طبعا. ولكن عفوا، يعني معنى كلامك يا سارة العميد وعفوا على المقاطعة، أن يعني قرار أي مجموعة سيكون من رأسها، من رأس هذه المجموعة وليس من القيادة، من قيادات الصف الأول الذين فقد يعني أغلبهم. غير صحيح. أنا أولا كنت أتكلم عن أنه وسائل الاتصال بينها، كل مين بيعرف موقعه وبيعرف كمينه وبيعرف الأماكن الذي يتمركز بها، وهو غير معني بما يجري في القيادة في الخارج، معمم عليه مسبقا على أثناء على تواصل. ومن سيعطيه من سيعطيه الأوامر؟ أوامر تعطى على بمكان وجوده، يعني هذه ليست صعوبة. ولكن وأثبتت يعني اليوم أنه حزب الله، إذا رأينا غارات نهار الجمعة الإسرائيلية القوية والتي استخدمت فيها قنابل من حديثة يعني من حيث قوتها الاختراقية وقوتها الانفجارية، يعني رأينا من بعد ذلك جرى الرد ب 150 صاروخ، يعني الجبهة لم تتأثر سواء بعمليات هجومية وجهوزية للدفاع، يعني هذا لم يتأثر الميدان، تأثر الداخل نعم بوسائل الاتصال، ولكن القيادة ما زالت موجودة في أماكنها وتتصرف وفق ما معطلها من يعني القيادة. هل تقصد بالقيادة يعني ربما الصف الثاني في هذه القيادة؟ لأنه يعني معظم قادة الصف الأول تم تصفيتهم منذ 8 أكتوبر وحتى اليوم.
عظيم. معظم قادة الصف الأول، يعني إذا كانوا قادة من الرضوان لم يتدخل حتى الآن في القتال. يعني كل ما يجري في القتال هم ناس تقنيون يستطيعون التعامل مع الصواريخ ومع المسيرات، وعسكر يتمركزون على الجبهة وأوامرهم موجودة ضمن يعني معطيات دائمة هذا على الجبهة. ولكن اليوم قوة الرضوان حتى الآن لم تستخدم، وكل ما حصل صحيح أنه يؤثر على أداء قوة الرضوان مستقبلا، ولكن كل قادة الذين استشهدوا لديهم بدائل، وعندما يقرر تكليف قوة الرضوان يعني هذا ليس جيش. طيب. الجيش يتصرف بطريقة، قائد اللواء إذا كان لديه فكرة مناورة في الهجوم في الدفاع ولديه تسلسل هرمي. اليوم في قوة الرضوان يعني موجود هذا الوضع، ولكن كل ما تدربوا عليه عند استخدامهم سوف ينفذ بقادة بدلاء، يعني لم تتأثر قوة. طيب. بشكل عام بشكل عام يا سادة العميد، بشكل عام يعني هل يمكن القول بأنه حسابات حزب الله، حسابات قيادة حزب الله كانت خاطئة فيما يتعلق بمستوى الرد الإسرائيلي وحجمه؟ طبعا إسرائيل يعني عندما يعني حزب الله عندما فرض عملية جبهة مساندة لغزة، وكان واضحا بأن وقت إطلاق النار في غزة يعني فورا نوقف إطلاق النار ونلتزم بأي حل ممكن على الحدود اللبنانية، يبدأ الحل الدبلوماسي. يبدو أن إسرائيل لم تستطع وقف إطلاق النار في غزة، لم تستطع لأن لم تحقق أهدافها. لذلك حزب الله ما زال حتى الآن يعني الحرب المشاغلة التي دخلها لم تصرف من ذخيرته سوى على المدى القريب، وكل ما شاهدناه من قصف سواء أمام الـ 11 شهر الذي مروا، مرة واحدة رأينا الصواريخ تتفجر في مستودع في البقاع مثلا في سهل ترعين مرة واحدة ليس أكثر، والباقي لم تصب أي أماكن تحتفظ فيها المقاومة بصواريخها. اليوم فقط شهدنا كذلك في إحدى القرى، في تخوم إحدى القرى، انفجارات قد تكون حصلت من مستودع صواريخ ليس أكثر. هذا ما حصل من كل هذه الصليات الصاروخية اليوم من قبل الاعتداءات الإسرائيلية بالطيران. ولكن يبدو أن حزب الله اليوم أرسل صواريخ متوسطة المدى إلى قرب تل أبيب، وما زال يعني كل هذه الصواريخ موجودة. وإذا كان الإسرائيلي يعتمد القوة، نفعت القوة معه في غزة أو في الضفة الغربية، ولكن هنا يقابل بقوة كبرى قد تربي العدو الإسرائيلي، وهذه لم تجرب. نحن بعدنا في اليوم الأول، انتبه، بعدنا إذا كان العدو يوسع سنوسع والحساب مفتوح. يعني صحيح أن اليوم عمل مؤلم بخسائر وشهداء وتهجير. طيب. التهجير الثاني، الحساب نعم. الحساب مفتوح، وهذا هو المصطلح الذي استخدمه الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في كلمته بالأمس، ويعني الجميع كان يحاول فك شفرة هذا المصطلح. ماذا يقصد بالحساب المفتوح وهو المصطلح الذي حضرتك يعني استخدمته الآن؟ هل يمكن القول يا سيادة العميد أن ذلك معناه أنه الحزب جر من قبل إسرائيل إلى الحرب؟ يعني دائما كان يقول القادة في حزب الله أن نحن دخلنا حرب إسناد، ولكن إذا كان العدو يريد أن يوسع إلى حرب فنحن جاهزون لها. يعني كانت إسرائيل غير جاهزة لأنها متورطة وجيشها معظمه في غزة وكل إمكاناتها مصبوبة باتجاه غزة، لم يكن جاهزاً للحرب. ولكن المقاومة كانت تقول نحن جبهة إسناد، ولكن إذا فرضت علينا الحرب فنحن لها وجاهزون. هذا التعبير الذي استخدمته أنا عن لسان نائب الأمين العام هو ليس تغييراً بالاستراتيجية التي رسمها أمين عام حزب الله بتوسعه من وسع، وقال مرة بأن العمل هو اليوم نحن لسنا أمام معركة كبرى، معركة بالنقاط، بالنقاط يعني التعامل بالقطع، يوسعون بالمدى.